100 و26 في 26 11,576,501,500,4,858,855,000. إنه الطفل الموهبة بل المعجزة علا سعدودي البالغ من العمر 11 سنة ابن مدينة أفلو شمال الأغواط، إذ يعد بمثابة نابغة زمانه في الحساب الذهني وبوسعه حل أصعب العمليات المعقدة التي تحسب بالملايين وفي مدة زمنية قياسية. جاءت نوع عملية سقاف هذه، هي أنا حليتهم، قال لي الأستاذ فارق حليتهم، هو الضرب اللي استعمل في الطرق هو كلي، هو الزائد استعمل يوم كل ناقص قسمة 4x ناخذ تخرج من 64 إكس مكعب. ليش نعرف كم من صغير من 10 ل20 حتى 100,000 10,000 100,000 مليون من الأول. الله يبارك شفتو يحسب زين ساعة وكنا نتو الحنت كما كيشري يقول لي واحد راه ابنك كان يحسبه من الأول، واليوم الله يبارك من حساب صغير راه بحساب كبير. ويبقى حلم النابغة الصغير الذي ينحدر من عائلة جد بسيطة هو التكفل به من أعلى الجهات الوصية. إذا بي عمي تابون باه يعاوني باه ندخل المدارس أكاديمية حساب الذهن، نتمني نخرج عالم في الرياضيات ولا واحد شركة تاع بترول. ما عدناش هنا في أفلو، ما عدنا حتى حية في أفلو، لا مسابقة لا حية، نتمنى إن شاء الله في السلطات تدي بعيد إن شاء الله. سعد سعدودي موهبة مذهلة شدت أنظار الجميع بما فيهم سكان ولاية الأغواط وباقي الولايات المجاورة، موهبة تألقت من سماء مدينة أفلو لعلها تلقى المساعدة من قبل أعلى الجهات الوصية. حكيم بدران، الأغواط، للشروق نيوز.